متابعي فرعنا الطلابي SBE Students Chapter بصرة، يسعدنا تواجدكم معنا اليوم في الكورس الذي سيكون Production Enhancement Technicals من تقديم الأستاذة نور الشويلي. الخبرة العلمية والوظيفية للأستاذة نور الشويلي حاصلة على مدرسة البترول من جامعة البصرة عام 2013. تعمل حاليا ريزرفوار انجينير سوبرفايزر في شركة لوك اويل. الأستاذة نور لديها من الخبرة ما يقارب 8 سنوات في صناعة الغاز. شكرا جزيلا للأستاذة نور الشويلي على قبول الدعوة ولجميع الحضور الكريم. رابط حضور المحاضرة سيرسل في آخر ربع ساعة من المحاضرة في الشات الخاصة بالميتينج. أستاذة نور إذا سمعيني؟ أستاذة نور؟ السيشن مرتب على تقنيات تحسين الانتاج، طبعا هي حتكون ما اعرف انا ما سالت قبلها منظمين الاس بي اي اذا تحبون تكون بالعربي وبالانجليزي، بس احنا ممكن تكون ميكس لان ما اعرف ممكن اكو بالحضور اشخاص يعني ويانا اجانب. تمام، نبدا سنتنا بانترودكشن على الحقلين، حقل الرميلة وحقل غرب القمل اثنين. الحقلين هذولي انا اشتغلت 7.5 سنين بحقل الرميلة وبديت مسيرتي بحقل غرب القمل اثنين تقريبا قبل 5 اشهر، فحبيت انه اعطيكم مقدمة عنهم لان السلايدات دي جاية هتحكي على تقنيات احنا استخدمناها بالحقل حتى نزيد الانتاج، فحبيت تكون عندكم يعني معرفة مبدئية عن هذولي الحقلين. نبدي بحقل الرميلة. حقل الرميلة هو اكبر حقل بالعراق، تمام، وممكن ثاني أكبر حقل بالعالم. تقريباً عدد الآبار اللي بي أكثر من 1000 بير بين آبار إنتاج وآبار حقن، تمام؟ من ناحية الريزرفوار فإحنا عندنا 2 مين ريزرفوار، عندنا الكربونيت وعندنا الكلاستيك ريزرفوار، وبالسلايدات الجاية حتعرفون إنه شنو الفرق والتشالنجز تواجهنا حتى أحسن الإنتاج عندي بمكمن الكربونيت والكلاستيك، تمام؟ الكربونيت اللي هو إحنا عندنا تكوين المشرف، تمام، والكلاستيك هو تكوين الزبير، اكيد يعني ما راح عليكم هذه المكامن من خلال دراستكم او مشاريع التخرج. تمام، هذا الحقل على الانتاج حاليا يطلق عليه بورن فيلد على الانتاج من سنه 1954. ننتقل للحقل غرب القمل اثنين واللي يسمى حاليا جرين فيلد لان ما صار لهم هوايه من ينتجون من عنده. هذا الحقل تقريبا يحتوي على 200 آبار بين آبار إنتاج وآبار حقن. من ناحية الريزرفوار هنا عندنا الكربونيت ريزرفوار اللي هو بتكوينين، تكوين المشرف وتكوين اليمامة، وهذا الحقل على الإنتاج من سنة 2014، تقريبا صار له 10 سنوات على الإنتاج. طبعا من ناحية العدد البراميل المنتجة من كل حقل، فمن حقل الرميلة تقريبا 1.4 مليون بارلز، هذا عدد الإنتاج بير داي، تمام. من ناحية حقل غرب القرن الثانين فهو 480 ألف تقريبا برميل بير داي. تمام، هسه ننتقل على التقنيات تحسين الانتاج خلال الوار انترفينشن اللي هو عنوان السيشن مالتنا اليوم. نبدي بالبدايه بكول تيوبينج يونت، بس احب انوه على شغله انه انا اتفقت ويا جماعه الاس بي اي، طبعا اكو استلمت نوتيفيكيشن انه ما جاي يشوفون السلايدات، جاي يشوفوها لو لا نور بس تسويها بوضعية العارض. أوكي، وصلت الفكرة. بس دقيقة هنشوف شنو الخلل. تمام، هرجع أسوي شير سكرين مرة ثانية. قبل شوية حكيت على الحقل الرميلة was going to take introduction، ما أعتقد أحتاج أعيدها، هي مجرد نفس الكلام اللي قلته بالسلايد، بس حبيت انه انطي مقدمة لهم لان احنا حنحكي على الوال انترفينشن وحنحكي على التقنيات اللي استخدمناها بحقل الرميلة بالذات. تمام، هسه نبدي بال انترفينشن من خلال الكولتوبينج يونت والورك اوفر ريك. قبلها بس احب اقول انه صار اتفاق بيني وبين الاس بي اي انه احنا نقدم سيشن خاصة
على الاكويبمنت، يعني حيحكونكم عن الكول تيوبينج اكويبمنت تمام فروم اي تو زد. وبنفس الشيء بالنسبه للورك اوفر ريج، بس ما صارت فرصه ومجال لان اشخاص تواصلت وياهم كانت عندهم التزامات ثانيه، فان شاء الله تترتب سيشن ثانيه يحكولكم على الاكويبمنت بالتفاصيل. تمام، نبدي هسه بالكول تيوبينج اكويبمنت. هذا الكول تيوبينج اكويبمنت مثل ما تشوفون عندنا هنا الكول ريل ملفوف على الريل، هنا انجكتر هيد، بعدين حيدخل الكول تيوبينج بالوالبول ومن خلاله حنسوي عمليات. هذه العمليات تحسن او تزيد من الانتاج. تمام، العمليات اللي حيسويها الكول تيوبينج، طبعا هذه المعده الكول تيوبينج والووك اوفر ريج احنا ما درسناها باختصاص الجامعه، فممكن بعدين من تروحون تشتغلون بالشركات راح تكتشفون انه هذا مجال جدا واسع، وبنفس الوقت هو اللي حيحافظ لكم على حياة البير، لأن أنت البير بعد مرحلة الحفر حتخليه على الإنتاج، وراها من يزيد الووتر أو من يصير فد مشكلة بالبرودكتيفيتي مال البير تحتاج تسوي فد شيء للبير أو تغير من طبقة، مثلا عندك ممكن طبقة الأويل برودكشن من عندها يقل فتحتاج تضيف تثقيب بطبقة جديدة. فهاي كلها العمليات تتم عن طريق الوال انترفينشن، هو الحفاظ أو حماية البير خلال مرحلة الإنتاج لحد مرحلة ما يكون أبندد وبعد خلاص ماكو أي أويل ريزيرف ليفت بالوال بور أو بالمكمن. تمام، فشنو العمليات اللي نسويها بالكول تيوبينج اللي تحسن لنا الإنتاج؟ عندنا زونال ايزوليشن اللي هو التوبيك مالتنا مال اليوم، حنعرف احنا من خلال هذا الكول تيوبينج شلون ممكن نسوي عمليات تقلل لنا من انتاج الووتر. بس ثواني خل استخدم البوينتر حتى يكون واضح. تمام، شنو العمليات اللي ممكن نسويها حتى نقلل من الووتر، وليش احنا كاوبريتر ما نحبب وجود الووتر بالابار، شنو هو ممكن المشاكل اللي يسبب لي اياها. عندنا ايضا الستيميليشن للفراكشرينج، هذه المفروض تكون عنوان السيشن الجايه اللي حتكون ممكن باشر، فحنحكي عنهم بالتفاصيل. باقي العمليات اللي تتسوى بالكول تيوبينج ممكن مشكله عندنا بالانتجريتي للبير، او مشكله انه البير واقف على الانتاج واحتاج اسوي فد عمليه معينه ترجع البير للانتاج بس بدون ما ازيد الانتاج. يعني مثلا اذا كان البير ينتج لي 1000 برميل انه انا ممكن ويتوقف فجاه عن العمل، احتاج اسوي له اكتيفيتي حتى ارجع البير ينتج 1000 برميل بدون ما احسن الانتاج. لهذه هي ما راح تكون ضمن السكوب مال السيشن مالتنا. الانترفينشن الثاني اللي هو ممكن الكوست مالته تكون كلش عاليه ويحبذ انه انا ما الجأ له الا يعني انه كل التقنيات استخدمتها بالمجال الكول تيوبينج، والتقنيه الوحيده حتى ارجع البير للانتاج او حتى ازيد الانتاج من البير انه احتاج انه يكون عندي ريك ووك اوفر اللي هو برج استصلاح. هذا برج الاستصلاح هو حيسوي لي هاي العمليات اللي هي نفس العمليات السابقة اللي حكينا عليها، اللي هي عزل الماء، عزل الطبقات، اسيدايزنج، فاكتشرينج. ايضا هنا هذه العمليات الاخرى اللي هي ما حتسوي لي زيادة بالانتاج بس بنفس الوقت هي تحافظ لي او هي مينتنس للآبار. الملاحظة الوحيدة اللي أقولها هنا انه من خلال عمليات برج الاستصلاح نحتاج برج استصلاح، هاي العمليات تتطلب انه انا اسحب البرودكشن تيوبينج تمام وانزل دبل باي، فكل العمليات اللي حتصير سواء زونال ايزوليشن اسيدايزنج حتكون سوى دبل باي تمام، وايضا انزال وتبديل المضخة، هذه العمليات احتاج ريك حتى يسويها، ما اقدر اسويها بالكول تيوبينج. مثل ما قلت هاي انترودكشن جدا جدا بسيطة، والمفروض تكون اكو سيشن متخصصة حرتبها ويا جماعة الـ SBE بالفترة الجاية حتتناول الاكوبمنت سواء كانت برج الاستصلاح او كول تيوبينج. نجي هسه للمشكلة الرئيسية او عنوان السيشن مالتنا اللي هو مشكلة الووتر. ممكن سواء كانت حقل الرميلة، حقل غرب القرن، انا متاكده ممكن معظم الحقول بالعراق تعاني من مشكله الووتر. زين احنا كاوبريتر هاي المشكله ليش ما نحبذها؟ ليش احنا ما نحبذ وجود الووتر بالابار؟ طبعا انا اتمنى بالسيشن انه اكو تكون تعليقات تمام ومشاركه اثناء السيشن. اوكي، ممكن كل كم سلايد نتوقف الدسكشنز وبعدين نرجع نكمل. تمام، هسه نرجع على مشكله الووتر. الووتر حتى اقلله
احتاج افكر بحلول مبتكره، تمام؟ لان كل مكمن اتعامل وياه مثل ما قلنا عندك مكمن الكربونيت او مكمن الزبير اللي هو الساندستون، كل مكمن له تشالنجز مختلفه وله بنفس الوقت سوليوشنز مختلفه. وحتكتشفون بالسلايدات الجايه انه شلون الشركات او السيرفيس كومبانيز، ما اعرف اذا ويانا اشخاص من هاليبرتون شنبرجر نسر اويلتك حيفهمون اكثر كلامي، احنا نحتاج من السيرفيس كومبانيز دائما ان هم يبتكرون حلول حلول على مود نقضي على مشكله الووتر. ليش؟ لان انا كل ما قللت الووتر كل ما ازيد الاويل برودكشن، تمام؟ وخلي خلي بالنا انه احنا ماكو حل واحد الكل بير، يعني ممكن انت بير واحد تحتاج تسوي بيه زوناليشن، تحتاج تسوي بيه اسيدايزنج، تحتاج تسوي بيه ديبوشن جوب، ممكن انه تستخدم تكنيك معينه او تكنيك حتى تزيد الانتاج، بس خلوا هاي النقطه ببالكم، تمام؟ نجي هسه شنو الووتر شوت اوف؟ ليش احنا نسوي ووتر شوت اوف؟ فور تو ريزنز، اوكي؟ الريزن الاول هو حتى نحصل فلوس اكثر من البير، يعني انتم تخيلوا اكو ابار قبل الووتر شوت اوف ممكن تنتج 1000 برميل باليوم او 500 برميل، سوى ووتر شوت اوف ناجح بشرط انه يكون ناجح، البير حينتج 5000 6000 طبعا تعتمد على كميه الماي اللي انا راح اعزلها، تمام؟ فانا راح احصل حصلت اويل اكثر، معناها شنو؟ حصلت فلوس اكثر، هاي فلوس اكثر حتخدم البلد وحتخدم باقي القطاعات، تمام؟ السبب الثاني انه انا البير مالتي احاول احافظ عليه على الانتاج بدون اي اس بي، احاول انه اخليه يشتغل بالطاقه الطبيعيه مالته اطول فتره ممكنه، تمام؟ وايد تكتبوا لي بالتعليقات انه يعني ليش ما نحبذ وجود الاي اس بي بالبير بالايرلي ستيجز، ليش افضل اخليها بالاخير، تمام؟ فشنو الفكره؟ انه انا الووتر الهيدروستاتيك كولوم حيصير مور هيفير انتاج الووتر، لهذا انا من اسوي كت للووتر البير حيكون الى عامل مساعد حتى يبقى للانتاج فتره اطول، ممكن سنه ممكن اكثر، تعتمد على ايش قد الايزوليشن مالتي ناجح وايش قد نسبه انه ممكن يجيني ووتر من الطبقه الثانيه اللي فتحتها، تمام. الشغله المهمه اللي لازم نراعيها من يكون عندي بير اريد ادرس المشكله مالته، احنا انا طبعا اشتغلت اوبريتر تو اوبريتر، فاغلب شيء انه احنا من يصير عندنا مشكله بير معين يتوقف عن الانتاج، فشنو نسوي؟ نسوي نقاش يا اما بس يعني ممكن قسم اكثر من قسم يتدخل بهذا النقاش، تمام؟ حتى يلقون حل لهذا البير المتوقف عن العمل. فانا بطريقه التفكير مالتي شنو لازم تكون؟ بالبداية لازم أعرف هذا البير candidate evaluation، يعني هذا البير توقف عن العمل، تمام؟ أي بير متوقف عن العمل هو لازم أسوي activity عليه حتى أرجع للإنتاج، أو ممكن بير ينتج بس ما ينتج بطاقة عالية، تمام؟ فلازم أفكر بactivity أسويها حتى أحسن الإنتاج البير، تمام؟ نجي عرفنا المشكلة، البير اللي بيه مشكلة حددناه، وراها شنو البير ندرسه من ناحية الريزرفوار؟ هذا البير يعني من يوم تكوين جاي ينتج، هل ينتج من تكوين الكربونيت؟ هل ينتج من تكوين الساندستون؟ لأن نفس ما قلنا كل ريزرفوار إلى حلول مختلفة. المشكلة الشغلة الثانية الفورميشن، هذه اللوجينج، شنو اللي لوجينج اللي نازل بيها؟ شنو البروبرتيز مالتها؟ بوروسيتي، بيرمبلتي، هاي الديتيلز كلها مهمة بالديزاين مال الجوب. حتى السمنت ايفالويشن همين مهم، يحدد لنا الطريقه او التكنيك اللي استخدمه حتى ازيد الانتاج، شنو تاريخ هذا البير، شنو المشاكل اللي واجهته خلال فتره الانتاج، شنو عندي اللوجينج المتوفر، ما اعرف اذا ماخذين سيشن على اللوجينج قبل او لا، بس اللي هي اللوجينج اللي هي نقدر نقول انه المنظار حتى تشوف شنو اكو بالبير، يعني الطبقه الووتر منين جاي، الووتر هذا منين جاي يجي، من يا طبقه شلون نعزله كذا، فهذه الامور كلها نحتاج انه ننزل لوجينج تول حتى نكتشفها.
وايضا مشكله الكيسنج، نشوف انه هل الكيسنج يعني الانتجريتي مالتها اوكي، اكو ممكن الووتر جاي يجيني من مشكله بالكيسنج. فعموما هذه كلها الاوبريتر لازم يدرسها ويدز الداتا مالتها للسيرفيس كومباني حتى نسوي ديزاين للجوب مالتنا، اللي هو نفس ما قلنا احنا جاي نحكي على مشكله الووتر كات والابار اللي هي مغلقه او اقل انتاجها بسبب الووتر. الشغلة الثانية نخلي ببالنا انه احنا السيستم مالتنا هنا بالاغلب الحقول طبعا عندنا ووتر فلودينج. تمام، يعني شنو ووتر فلودينج؟ يعني مثل ما تشوف هنا عندك بير انجكتر، تمام، وعندك بير بروديوسر. تكوين المشرف بالذات، تمام، احنا نحتاج حقن على مود السستين بوشر، اوكي. فانت خلي ببالك احنا اي اكتيفيتي بسبب الووتر فلودينج، تمام، وحنحكي هذا الشيء بسلايد جايه همين اتذكروها، راح نحكي تفاصيل اكثر على الووتر فلودينج وشون جاي نسويه بالحقول مالتنا. بس خلوا ببالكم انه انا مثل ما ممكن احتاج اسوي اكتيفيتي حتى اقلل الووتر، كميه الووتر اللي جاي يطلع من بير الانتاج، انا ممكن احتاج اسوي اكتيفيتي حتى تقلل لي كميه الووتر اللي يروح بير الحقن. وهذا الشيء حيتوضح عندكم اذا ما وضح هسه بالسلايدات الجايه. نجي هسه السؤال المهم اللي انت كمهندس مكامن يحتاج تجاوب عليه، انه انت من يكون عندك مشكله ووتر بالبير، انت لازم تعرف هذا الووتر منين جاي، اوكي؟ مثلا نجي عندك ممكن يكون سبب زياده الووتر بسبب الاكيوفر، مثل ما تعرف عندك احنا عندنا البوشر درايف ميكانيزم، يا اما عندك الطاقه الطبيعيه اللي هي اكيوفر بريزنس ان ذا ريزرفوار، فانت ما تحتاج حقن هنا، لان الاكيوفر يعطيك اصلا طاقه، تمام. فهنا المشكله بهذا النوع من الريزرفوار انه ممكن يكون عندك زياده بالووتر كت راح تكون سريعه، تمام، وخاصه اذا تنتج معدلات عاليه، وهذا الشيء بالذات شفناه بالرميله بالابار اللي تنتج معتمده على الاكيوفر، الاول ووتر كونتاكت يصعد بصوره عاليه بسبب انه تعرفون يعني هنا مطالبين بكميات انتاج عاليه، وصعبه انه يقللون الانتاج حتى يحافظون على عدم صعود الاول ووتر كونتاكت. فمثلا انا عرفت المشكله مالتي انه انا من الاكيوفر جاي يجيني الووتر، شنو ممكن يكون السبب الثاني؟ انجكشن ووتر. انت مثل ما قلنا هنا نخلي ببالنا خاصه بتكوين الكربونات المشرف بالذات، سواء كان بالحقل المميله او حقل غاب القرن اثنين، احنا نحتاج حقن. ما عندي اكيوفر، الاكيوفر ما موجود بتكوين المشرف، زين، فشنو ممكن هنا يكون السورس اوف ووتر؟ هو من الانجكشن ووتر، تمام. المشكله الثالثه اللي هي تكون عباره عن الكونينج، اللي هو يختلف طبعا عن الاكيوفر بسبب الاول ووتر كونتاكت اللي حكينا عليه السبب الاول. شنو السبب؟ الكونينج هنا من انت بسبب سياسه شركه انه تزيد انتاج، تمام، فهي حتتعرض لهاي المشكله. يعني الاول ووتر كونتاكت هو مصاعد، تمام، بس بسبب الكونينج حيجي لك يطلع عندك من البرفوريشن، تمام. مع الاسف هذا ما بيحل الا انه انت تقلل الانتاج مالتك، لان ما نقدر نسوي اي زونال ايزوليشن. السبب الاخير اللي هو البجز او الهايبر موبيليتي زونز او الفراكتشرز، هاي المسميات الثلاثه اللي نطلقها على الطبقه اللي تكون نفاذيتها كلش كلش عاليه اكثر من دارسي، تمام. فهاي الفراكتشرز هاي موجوده بالذات في شمال العراق، هذه بسهوله انه من تحقل تشوف الووتر ممكن بشهر او اقل بالابار المنتجه. اخر شغله احب انوه لها انه احنا هاي الاسباب او زياده الووتر بالبير، بس ما نخلي ببالنا انه ممكن تكون اكو اسباب ثانيه ما لها علاقه بالمكمن، اللي هي مثلا عندك مشكله بالسمنت مال السمنتين مثلا، هنا السمنت مو زين، فممكن الووتر يجي لك ثوبات سمنت. ممكن عندك مشكله مثلا كيسينج دامج، يعني مثلا هذه الكيسينج هنا او هنا مثلا بها مشكله، تمام، كروجن عالي، فهوز هنا بالكيسن عندك فيجيك الووتر من عندها. او ممكن باكر ليك اللي هو له علاقه بالابار اللي كومبليتد وذ باكر، وممكن الباك اب انتجريتي تتغير بمرور الزمن.
اعتقد هذه السلايد تمام. هسه نروح على الزونال ايزوليشن تكنيك. قبل لا اروح عليها بس احب اعرف انه اكو سؤال، لانه راح نحكي هسه على كيميكلز وعلى تشالنجز اللي حتواجهنا باختلاف نوع المكمن. واتمنى الصوت واضح والسلايدات تشوفوها وكل شيء تمام. لا عفوا ست نور، ممكن ترجع لنا على السلايد السابق بس حتى نشوف. تمام اوكي. اذا تسألوها قبل ان ننتقل للجزء ممكن العفو توضح لنا بشكل بسيط يعني زين شنو الفرق بين الاكوفر زين والكونينج وال خلينا نقول الانجكشن بشكل بسيط، يعني شنو الفروقات بيناتهم؟ اكيد اكيد. بالنسبه للاكيوفاب احنا اكيد هذا الشيء دارسينه من ايام الجامعه، انه حتى تنتج من الريزرفوار تحتاج تكون عندك طاقه تحافظك على مدى البشر مينتنس تمام. فاكو مكامن بيها اكيوفاب تمام. احنا مثلا عندنا بالساوث وماينا بالذات عندنا الاكيوفر موجود، فانا من الاكيوفر موجود من راح انتج الاويل تمام، الووتر راح يصعد حتى يعوض عن هذا الاويل اللي انتجته تمام. فبهذه الحاله انا ما صار عندي بوشر ديبليشن تمام، البوشر بقى نفسه. يعني مرور الزمن يعني ممكن بسنوات ممكن ما يقل الضغط الا 100 او 200 بي اس اي زين بسبب وجود هذا الاكيوفر. المشكله شنو عندك بتكوين المشرف؟ هذا الاكيوفر موجود اوكي، فانت تحتاج حتى تنطي طاقه للريزرفوار على مود تحافظ او تزيد الضغط او على مود تسوي سويب للاويل، تحتاج تحفظ بير حقن تمام وتنتج وتحقن بيه على مود هذا الحقن. هذا الحقن راح يخلي هذا الاويل اللي هنا انت حتقدر تسوي له سويب تمام، نفس الوقت حتى الضغط لا ينخفض. لان مثلا اعطيك مثال، بحقن غرب القرنسين بالبدايه ما كان اكو حقن، فهم ضلوا ينجون ينجون ينجون، البشر بدأ ينخفض وراها من بدأ الحقن بدأ الوضع يرجع، البشر تحسن بس مهما تحسن ما راح يرجع للنقطة الأولى اللي هي أول ما نجوا من البير تمام. فلهذا أنت تحتاج توفر عندك يكون عندك بير حقن لأن الأكيوفر ما حيكون موجود أوكي. الكونينج شنو مشكلة؟ الكونينج مجرد أنه أكو آباء معينة تنتج انت من عندها اكو فد معادله يستخدموها ريزرفوار انجينير اوكي. هاي المعادله تحدد لك الكولينج ريت بكل بير تمام. فمثلا ممكن يقول لك هذا بير اي المفروض ما تتجاوز 4000 برميل اوكي، بير بي لازم ما تتجاوز 3000 برميل اوكي، حسب باراميترز اللي خاصه بكل بير والريزرفوار بروبرتيز مالته اوكي. هنا شنو المشكله اللي عندنا يعني بالحقول بصوره عامه؟ هنا مطالبين بانتاج عالي تمام. يعني انا وميلا مطالب 1.4 برميل بير دي، خلاص انت ما تقدر بعد تقلل الريت او تتبع هاي الروز لكل بير. عنده انت عندك 1000 بير او 200 بير ما تقدر تطبق هاي القاعده على كل هاي الابار، لهذا تضطر بعض الابار على مود تزيد الانتاج تفتحها داون عالي هيجيك الووتر تمام. بس لازم تتقبل هاي المشكله، وقلت لك الحل الوحيد لها انه انت تقلل الانتاج اليه الحد المينيمم ريت اوكي اللي يمنع تكون الكونينج وخلاص، هاي هي ما تقدر تسوي شيء ثاني. والشغلة الأخيرة بس حتى أوضح، أنا ذكرت هنا عن الفوكتشرز لأن هي ممكن ما موجودة عندنا بالساوث وميلا، بس أنا يعني أعرف أنه بالنورث موجودة وكلش جاي يعانون منها بسبب وجود هذا الفوكتشر، جاي يخلي أي عملية ويل انترفينشن صعبة، وبنفس الوقت أي بير حقن جاي يحقنون به المشكلة الووتر جاي تبدي يعني فترة بسيطة بالآبار المنتجة. أتمنى يكون واضح. شكراً جزيلاً أستاذ. رصد ممكن ساعة؟ تمام. أي بالعكس، أنا يعني كلش أحب إنه يكون أكو إنتراكشن بالسيشن وأسئلة ونقاشات، وأنا همها حاول يعني إنه إحنا ما نتجاوز الوقت. أي. فتس هذا الأوير إذا يطلع بي ووتر عمليات الفصل تكون مكلفة أو غير مكلفة؟
هو اكو بكل يعني بالمحطات اكو يعني ووتر تريتمنت خاصه والامور يعني تمام، هو هذا الشيء مقبول، بس بنفس الوقت عندك ليميت. يعني انا هاي النقطه ما ذكرتها لان ما بديت ادخل بشيء ما يخص الريزرفوار يخص الفاسيلتيز، انا حاسه حيكون اوت اوف ذا سكوب اوف ذا سيشن، بس عشت ايدك هاي النقطه كلش مهمه، انه احب همينه اذكرها للبقيه الموجودين، انه احنا ممكن نسوي زونال ايزوليشن او ووتر شوت اوف بس حتى نقلل من كميه الووتر اللي رايحه للمحطات، لان اكو ليمت معين ممكن 50%، ممكن اي بي بعد اكثر من 50% لازم يسوي له شاتين، تمام؟ فلهذا انه احنا ممكن نسوي اكتيفيتيز مو لاجل الريزرفوار، مجرد لاجل فاسيلتي، وهذا سألت السؤال يتطلب انه يعني عمل مكثف حتى يحلون هاي المشكلة. العفو، سألت السؤال مثلا اذا عندي بير مخير انا بين خيارين، يا اما احقنه بالماي راح ترتفع كمية الماي جاي ويلوغل، او اخفض الانتاج، منو الاكثر اقتصادية، منو الاقل تكلفة لي؟ باو، انت الحقن مو شيء انه انت تقول عليه انه خياري او مو خياري، انت لازم تحقن بالبير، بس السيدات الجاية حتكون جواب مثالي لسؤالك. ليش؟ لان انت هنا حتدخل الكيميكالز اللي نستخدمها او التقنيات اللي سوت لنا اياها السيرفيس كومبانيز، شنو فائدتها حتى انا هذا الووتر اخليه يروح بالمكان الصحيح. وتذكر هاي النقطة من نحكي بالتكنيكس الخاصة بالآبار اللي بيها water flooding. تمام؟ طبعا شكرا جزيلا على الأسئلة، يعني شكرا جزيلا. تمام. هسه نيجي على التكنيكس اللي احنا نستخدمها حتى نحسن من الانتاج، اللي هي مثل ما قلنا بهذه السيشن حتكون مخصصة فقط لعمليات عزل الماء. نجي هسه عندنا طرق تقليدية وطرق غير تقليدية، طبعا هي تختلف المسميات، بس اي شيء انا اقدر اقول ممكن المصطلح اللي انا استخدمه، اي شيء انه نعتبر نسويه بالحقل كنوع من انواع الروتين جوب هذا نسميه conventional. اوكي، اي شيء اوت اوف روتين تمام والكوست مالته عالية، وبنفس الوقت بعد الترايل فيز تمام ما واصلين النتائج قطعية 100% انه هذه افضل كيميكال نستخدمها او افضل من خلال كيميكال او سمنت، ما واصلين القناعة 100% انه هذه البيست سوليوشن للآبار مالتنا، تمام؟ فهذه نسميها الالف نون كونفشنال ميثود. نجي هسه واويكم مثال، هذه البير طبعا انا اعرف انه انتم ممكن ما شايفين بي ال تي لوكس قبل، بس ما في شيء معقد، بس باعوا هنا هذا البيض انا مأشر عليه بالمستطيل، عندكم هنا هذا الووتر جاي ينتج هذه طبقه، اوكي هذا البيض بيه طبقتين تمام تو انترفلز مثل ما تشوفون، الووتر او ممكن 90% من الووتر جاي ينتج من هذه الطبقه، اوكي فأنا حتى أحسن الإنتاج وحتى يزيد عندي الأويل من هنا، أوكي؟ حتى أساعد البير إنه 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 ينتج بطاقة أعلى، أحتاج أعزل هذا الووتر. زين، تتذكرون السلايد السابقة شنو قلنا؟ قلنا إحنا نحتاج نفهم البير مالتنا ونفهم الريزرفوار مالتنا، فخلينا نخلي ببالنا إحنا نتعامل ويا مكمن ممكن يكون مور كومبلكس نسميه، اللي هو مكمن ممكن تاخذ لك 70% من الووتر او 80% من الووتر، فانت شو تسوي؟ تقلل كميه الووتر اللي رايحه لهاي الطبقه وتزيد بهذه الطبقات الثانيه اللي هي اقل نفاذيه، فمن تسوي هاي العمليه شو راح تضمن؟ راح تضمن يكون عندك توزيع مثالي للووتر انجكشن، اوكي؟ وبنفس الوقت راح يكون عندك هذا التأثير تشوفه بالبرودكشن ويل. ليش؟ لأن راح تبدي هاي الطبقات اللي ما كانت تنتج راح تبدي تنتج، أو راح يبدي يزيد إنتاجها بسبب هذا الحقن اللي جاي تسويه، وبنفس الوقت راح تحافظ على المكمن إنه أنت ما يكون عندك زيادة سريعة بالووتر كت. تمام، هسه نجي الريزرفوار اللي حكينا عليه قبل شوية، اللي قلنا تكوين المشرف تكوين اليمامة، هذا الريزرفوار التشالنجز مالته كلش كلش
عالية، يعني هي مو بس بالسيمنتينج أو من أنا بدي أسوي زونال أيزوليشن. إن شاء الله إذا باكر صارت السيشن مالتنا على الموضوع الثاني راح تعرفون شنو التشالنجز بالانترفينشن الثانية اللي نسويها بي. بس عموما أنت بهذا الريزرفوار عندك تشالنج مال هذه الفاكس اللي نسميها فاكس مثل ما تشوفون اللي هي الهايبرموبل لاير، وبنفس الوقت عندك تشالنج ثاني انه انت هذا الكربونيت ريزرفوار مالتك اللي هو المشرف مثل ما قلنا هذا حتى ينتج انت من البدايه اول ما حفرت البير وقبل لا تخليه على الانتاج دائما تحتاج تسوي اسيدايزنج للبير. اسيدايزنج ما نحكي بتفاصيله هسه انضمها بس الفكره وما بيها انه انت من تسوي الاسيدايزنج للكربونيت ووك حيكون عندك انت حتخلق ورم هول نتورك اللي هي هذه مثل هذه الشبكه مثل ما تشوفوها. فانت هسه شنو صار عندك؟ جاي تتعامل ويا ريزرفوار بوجود هايبر موبل لاير وجود هذه النتورك تمام؟ فانت اي شيء حتسوي له ديزاين الها لازم تخلي باعتبارك انه شنو هذا الفوليوم، هاي ايش قد ممكن تاخذ فوليوم مني؟ يعني احنا جوابات عندنا دخلنا تقريبا 20 30 بارل اوف سمنت وممكن اكثر، كلها رجعنا بعدين نريد نشوف اذا اكو سمنت او لا ما لقينا اي سمنت. فالسوليوشنز هوايه من السيرفيس كومبانيز استخدمنا، انا ما اقدر احكي التفاصيل كل ترايل سويناها بس هذه بعض الصور اللي تشوفوها هنا، هاي بعض الصور من الكيميكلز اللي ضخيناها يا اما ويا السمنت اتسلف او قبل السمنت، ونسب نجاح مختلفه يعني. بس اللي اكتشفناه او الكونكلوجن النهائي كان انه كل بير تختلف عن الثاني، وصعوبه انه انت تقدر تسوي ديزاين واحد تقدر تخليه ابليكابل لكل الاباء تمام. فخلوا ببالكم هاي التشالنجز، وراح نحكي شويه او بعض عن بعض هاي الكيميكلز بالسلايدات الجايه تمام. هسه نجي احنا بما انه احنا كنا حكينا على السمنتينج اوكي، الكونكلوجن او السمري مال السمنتينج قلنا انه احنا يا اما نروح ويا سمنت جوب مثل ما انا شرحت، وهم يعني الاخ من حق المجنون شرح تفاصيل الاوبريشن هذه نسويها الجوبات ناجحه ماكو مشاكل بيها. ليش؟ لان نستخدم هاي التكنيك بوزوفار قلنا ما بي مشاكل اللي هو الساندستون ويزوفار. انتقلنا المور ادفانس تكنيكس اللي هي نحتاج نستخدمها في حاله انت تتعامل ويا تكوين المشرف. نجي هسه هذا السمنت اللي حكينا عنه شنو ممكن اكو انواع يعني معينه ليش هاي الانواع كل نوع استخدمه بشنو. فهنا سمري جدا جدا بسيط عن اربع انواع من السمنت احنا نستخدمها بالعزل مالتنا. اول واحد اللي هو الكلاس جي سمنت، هذا نستخدمه تقريبا 80 او 90% من الجوبات. عندكم بعد شنو المايكروماتريك سيمنت، هذا شنو المايكروماتريك سيمنت؟ هذه تكون البارتيكل سايز مالته اقل من الكلاس جي سيمنت. هذا يمتى يستخدم؟ الابلكيشن مالته في حاله اذا تتذكرون احنا ذكرنا انه ممكن الووتر ما يجي لنا من الريزرفوار، ممكن يجي لنا من باد سيمنت بيهايند ذا كيسينج. فهذا اللي يجي لنا من باد سيمنت بيهايند ذا كيسينج يحتاج سبيشال ديزاين حتى اقدر اقلل من الووتر اللي جاي يجيني من خلال الشانلز تمام. اخر نوعين هذه يستخدم اكثر شيء بالكربونيت اللي هي هاي النوعين اللي هو اسمه الثيكسوتروبيك سيمنت. هذا الثيكسوتروبيك سيمنت احنا استخدمناه يعني باكثر من بيو بحقل الرمايله مثل ما تشوفون، هذا عباره عن السنت يكون بامبابل بس توقف راح يكون ستاتيك. هاي الفكره انه مجرد يتحكم باللوسز اكثر وما نخسر سمنت. طبعا هم نسبه النجاح كانت مختلفه. اخر سمنت احكي عنه اللي هو خل افتح لكم الفيديو دقيقه، ان دائما اكو مشكله بالفيديو من انا ان برزنتيشن مود اعتقد لازم اوكي. هذا هم يعني نوع من انواع السمنت نضيف له فايبرز مثل ما تشوفون هذا شكل هالفايبرز نضيفها ميكسينج ويا السمنت، وهذه همينة تستخدم بالكربونات وزوفار مثل ما تشوفون. شفتوا هاي الصور وهاي الكيميكلز اللي نستخدمها كلها هذه
ويعني استخدمناها وبنفس الوقت نسب نجاح متفاوتة بسبب مو بسبب الكيميكال اتسلف، بسبب الكومبلكسيتي مال الريزرفوار اللي احنا نتعامل بيه او نتعامل وياه. تمام، قبل لا اروح لاخر سكشن اللي هو شوي نحكي اكثر على الكيميكالز والايفالويشن مال الجوب، احب اعرف اذا عندكم اي سؤال، وانا احب اقعد بالتليفون بس حتى اقرا. العفو سيد، ايه تفضل مصطفى. سيد هاي الطرق مع غلق الفجوات مالت الماء هي يعني نفسها نقدر نستعملها إذا صعد يتسرب غاز؟ يعني شلون قصدك تسبب غاز؟ منين يجي هذا الغاز؟ يعني من اللي عند المحيط مالت البير أو هاي الشيء. صراحة أتوقع ممكن تستخدمها يعني، بس إحنا هنا ما عندنا غاز، آبارنا ما تنتج غاز، أغلبها إحنا فوق البوبل بوينت عندنا. لا بس دقيقة، عندنا إحنا هنا حقل السيبة عندنا مكمن غازي، فهذه الطرق إذا نستخدمها نفسها أو لا ما أعرف، إذا أكو شخص من شركة ثانية ويقدر يقدر يجاوبنا على هذا السؤال بالشات أو يفتح مايك، بس اتوقع ماكو مشكله. يعني احنا هنا جاي نتعامل ويا perforation tunnel، تمام، بس الكيميكال اللي مثلا تحتاج تروح ديب بالريزرفوار هذه لا اتوقع، يعني يحتاج تعرف شنو الفلويدز اللي موجود بيها. شكرا مصطفى. العفو ست نور، نقدر نتداخل؟ ايه تفضل. لي لا ايه اكيد طبعا بالعكس، اذا عندك اي مداخله او جواب للمصطفى بالعكس. طبعا انا اللي فهمت قصدي ان الليك اللي يجي من ابار الغاز طبعا هي طريقه واحده، زين. هو انت تسوي، انت عندك بير موجوده داخل البير، زين، ما راح تختلف عندك اذا كان عندك بير نفطي او بير غاز، لان هي الطريقه واحده انك شنو تسلط النص، ان يعني خلينا نقول انت جاي تجبر ان السمنت يدخل بداخل الفورميشن، زين، ويسد لنا البير في اللي احنا سويناها، وبعدين نكمل عمليتنا، يعني كانما هو البير حال نفس الشيء بالنفط او بالغاز، اذا كان هذا قصدك. يعني هي عملية غلق للفورميشن للبيرفوريشن الموجودة عندنا، لا أكثر ولا أقل. ومرات عندنا خلينا نقول كيميكال ازوليشن، مرات احنا ما نريدها تشتغل على البير في نفسها، مرات نريدها تشتغل على الفورميشن، زين. فد عندنا فد خلينا نقول نريد نسوي مثلا، عندنا اذا سامع بي ست نور اي اللوغارت مثلا كنا نستخدمها بهالي اي برتن، اكيد زين، اكيد اذا كان احنا عندنا نستخدم اي اللوغارد، استخدمناه اي فمثلا اللوغارد هو تمبرر ازوليشن، يعني خلينا نقول صحيح. ايقاف، يعني مو بشكل دائمي، زين. هذا يشتغل على الفورميشن مثلا، ما يشتغل على البيرف. اما السمنت مثلا طبعا مثل ما تفضل ست نور، طبعا الكلاس جي هو نوع شائع، الكلاس جي، زين، هذا هو النوعيه الاساسيه اللي تستخدمها كل الشركات. المايكرو ماتريكس صحيح. حسب علمي اللي كنت اتذكر انه خاص بهاليبرتون، المايكرو ماتريكس يكون سمنت ابيض، زين، يعني هو هو عباره عن خليط من هاليبرتون يشتغل برجر ليس، يعني احنا استخدمناه من الشركتين، بس نفس ما قلت هي يعني تختلف التركيبة، اكيد مو نفسها. التركيبة تختلف بالضبط. وغالبا كنتوا حسب ما اتذكر ست نور كنتوا المايكرو ماتريكس تستخدمونه اذا كانت الانجكتيفيتي عندكم اقل الواحد، الانجكتيفيتي قليلة جدا، تيست، فا ايه اي اقل من فتستخدمونه 0.5 تقريبا، ايه بالضبط. ممكن مش وغالبا ما قليلة. نجح عندكم المايكرو ماتريكس، اخر شيء اضطريت صح نسبة تكنسلونه. النجاح بس انا لا استاذ ليث، اي يعني تعرف هواية بمميلة. طبعا انا حاولت ما انه في هذا السيشن اكو هواية ديتيلز، طبعا على فكرة بس معلومة للطلاب، يعني عالم الوال انترفينشن كلش واسع، يعني انا قد ما حاولت انه تكون صورة بسيطة وبس تحط صور وانت تحكي يبقى انه اكو هواية ديتيلز. يعني انا مثلا استاذ ليث يعرف احنا بالسمنتنج نسوي انجكشن تيست قبل ونشوف هذا الانجكشن تيست شنو الريزلتس مالته، واذا كانت قليله ممكن نسوي اسيدايزنج جوب حتى نحسنها، وبعدها نسوي تيست للسكويز جوب. يعني هواي هواي تفاصيل، يعني واحد لا يريد يحكي بيها يحتاج ممكن شهر كامل حتى نغطي بس كل سلايد من هاي السلايدات. ست نور العفو، انا 3 سنوات اسوي لكم الاسد جوب، فهاي كنت اسوي بيد هاي تمام الانجكتيفيتي.
اي فقصدي هاي التفاصيل كلها، يعني احنا ما نقدر نحكيها بيوم واحد للطلاب، احنا مجرد نحاول انه نذكر شغلات بسيطة، بس انتم من السؤالون راح نضطر يعني نحكي تفاصيل اكثر عن الجوابات اللي نسويها. بس انا يمكن اكو اسئلة بالشات، انا ما جاي اعرف يعني ما جاي تنفتح عندي، فاذا اكو احد اكو فد سؤال مهم او شيء احد يقدر يقول لنا اياه لو نكمل. هو بقى سكشن واحد يعني 10 دقائق تقريبا، أنا ما جاي أعرف شلون ينفتح الشات هنا، مشكلة، فجاي أعتمد بس على الأشخاص اللي جاي يفتحون المايك ويسألون. جماعة الـ SBE إذا أكو سؤال مهم أو فد شي إحنا ما تطرقنا له خلال النقاشات مالتنا، يا ريت أنتو يعني تقولون لنا السؤال ونحكي. راح أحاول، أوكي هسه انفتح الشات، واضح واضح. ها هل ممكن استخدام الاي اس بي خاص بس كل تكوينه؟ لا الاي اس بي لا ما يحتاج، يعني الاي اس بي ما لها علاقه بالتكوين، بس في حاله انت يكون عندك ساند برودكشن، وهاي مشكله الساند برودكشن مثلا ما موجوده على الاقل بالحقل اللي اشتغلت بيه، فممكن يكون اكو سكرين تكون بي الديزاين مال الاي اس بي، بس نوع الاي اس بي ما له علاقه بال نوع الريزرفوار، مجرد انه كل بير شنو البوتنشال مالته وعلى اساسها تختار السايز مال اي اس بي. المشرف هو بي اكيوفر، بس هو الاكيوفر مالته غير فعال، يعني ما ينطيني اي بشر سبورت. والكونينج نفس ما قلنا، ولو هذا يجوز السؤال كلش قديم، هذا فقط اي يعني من نزيد الاباء او الانتاج من اباء معينه ونعبر الكونينج ريت، زياده الانتاج صح. ليش نضخ بي ار اي ام؟ ما اعرف شنو قصد السؤال. بالنسبه للسمك الطبقه عادي ما عندنا ليميتيشن معينه، مجرد الكولد تيوبينج. براين هو مجرد كل فلويد نستخدمه على مود مثل ما شرح استاذ ليت تفاصيل الاوبريشن، انه احنا نحتاج نقتل البير قبل نسوي سيمنتينج، فنقتله بالبراين. وبعد عندنا بس سؤالين ونقدر نكمل. سمك الطبقه لا احنا ما عندنا ليميتيشن تقريبا، يعني على سمك الطبقه الليميتيشن مالتنا انه هو الفوليوم مال الكويل ايش قد نقدر نضخ، يعني مثلا 25 برميل هاي هي، بعد ما نقدر نضخ اكثر. بنفس الوقت المسافه بين البيرف توب اوف بيرف والتيوبينج، اذا كانت المسافه كلش قليله ممكن ما اقدر اسوي بالكويل، احتاج مثلا اروح ورك اوفر على مود اسوي رتفيف للبرودكشن تيوبينج وانزل بدبل بايب، فحسب. توزون، واحنا نريد نعزل واحدة منهم ليش ما نستخدم؟ طبعا عشيدك اكو سؤال محمد سأله هنا انه اذا كان عندي توزون ليش ما استخدم باك اب؟ ونفس ما شرح ليت ممكن نستخدم باك اب. احنا شنو المشكلة؟ مثلا بالحقل اللي انا اشتغلت بيه احنا ما فينا نسوي هاي الطريقة، لان منك ماكو باك اب نقدر من منها ثرو تيوبينج وبعدين نقدر نسوي لها ريتريف. فبالكويل نسوي هاي الطريقة اللي شرحت لكم اياها، بالورك اوفر برج الاستصلاح نقدر نروح نسوي نون باك اب او بلاك ونسوي السمنتنج مثلا للطبقة اللي فوق اللي بيها الووتر وبعدين نرجع نحفر. سيطر عليها بالطريقة محفر بأب جانب الوصول ال اي. اخر تعليق اعتقد كان مجرد ملاحظة على التسريبات الغاز وشلون ممكن اعتقد كبرنا معظم الاسئلة. انتوا بعدكم جاي تسمعون؟ جاي تسمعوني مو؟ نو لا اعتقد اوكي تمام. هسه وصلنا لاخر جزء من السيشن مالتنا اللي هو يتعلق بالطرق الغير تقليدية اللي حكينا عليها. هاي المرة احنا حكينا على السمنت هواية، ذكرنا انواع السمنت وذكرنا التشالنجز بكل ريزرفوار. نجي هسه للكيميكالز. طبعا اي شخص هنا انا يعني بالسيرفيس كومباني او مشتغل بالفيلد اوبريتر مشتغل بالفيلد راح ممكن انا كلش احب اسمع مداخلاته على هذا السكشن. طبعا الكيميكالز لحد الان ما وجدوا الماجيك كيميكال اللي انا اقدر استخدمها وتحلي مشكله الووتر. تمام، من خلال الحقل اللي اشتغلت بيه انا كنت محظوظه، انا اشتغلت بحقل
هواية كنا نسوي عمليات عالية، تعاوننا ويا هواية سيرفيس كومبانيز، جربنا برودكتس مختلفة، بس نسب النجاح يعني ما كانت عالية. فخلي خلي بالنا من ناحية الكيميكالز. أول سؤال، طبعا هنا مهندس المكامن لازم هاي النقطة بالذات يناقشها ويا السيرفيس كومباني اللي هي الكيميكال ماتي اللي حستخدمها، هل هي تروح ديب بالريزرفوار مثل هاي الكيس هنا ديب بالريزرفوار، لو تروح مثل ما تشوفون هنا تروح بس بالبرفوريشن تنل ماتي. فهذا السؤال لازم دائما نسأله للسيرفيس كومباني. وليش نسأله؟ حتى نعرف انه انا من تروح الكيميكال ديب للريزرفوار هل راح تأثر لي على البرودكتيفيتي مال البير؟ هل مثلا تسوي لي دامج؟ هل احتاج مثل ما قبل شويه انتم يعني باسئلتكم هذه قلتوا انه انا اسوي بلج واعزل ومنستنتج كل واحد كل الطبقات، هل احتاج مثلا باكر واعزل الطبقه واضخ كيميكال بس هاي زون، لو عادي انا سيف اقدر اضخها وخط وحديب وما حصل شيء عندي بالريزرفوار. فهاي الاسئله او هذا المايند سيت لازم يكون عندنا من نتناقش اي ديزاين للكيميكال ويا اي سيرفيس بروفايدر. تمام؟ ناني مجرد حبيت أراويكم نفس ما قلت، انت هنا عالم واسع، الكيميكالز، السمنت، هواي هواي برودكتس يعني مرت علي بمسيرتي المهنية. كل واحد إذا تحكي عليه والأبليكيشن مالته والبروبرتيز مالته نفس ما قلنا تحتاج فترة كلش طويلة. فأنا بس حطيت لكم صور وفيديوز بعض الكيميكالز اللي يعني معروفة مو بس مستوى حقول العراق، يعني هي وورد وايد. تمام؟ وشنو بصورة بسيطة يعني هاي الكيميكالز شلون تشتغل وشنو الميكانيزم مالتها. مثلا عندكم هذا البرودكت، خل افتح لكم الفيديوز مالته. هذا شنو فكرته؟ هذا كروس لينك جل. هذا شنو؟ انه انت من الضخه يكون بالبدايه باعوا هذه الحاله مالته، هاي فيسكوسيتي قليله مثل ما تشوفون بهذه الصوره. طبعا هذا اذا ويانا احد من شلمبرجر اكيد حيعرف اسم البرودكت. هاي الفيديو فيديوز من شلمبرجر. اوكي، وراها بعد فترة، تمام، مثل ما تشوفون احنا من نضخها نضخها بهاي الحالة، اوكي، مثل ما تشوفون هذه الحالة ليكويد. بعدين بعد فترة، هاي الفترة يحددوها باللاب، اوكي، يعني يحتاج 7 ساعات، 8 ساعات، 10 ساعات. وراها من نضخ نسوي الجوب ونضخها بالكول تيوبينج، ننتظر هذا الوقت باللاب على مود الصيب هذه الستيج، مثل ما تشوفون هذه الستيج. هذه بالاخير هذه حتبقى داخل الريزرفوار وهي اللي المفروض هولد الووتر وتسوي لي عزل. بقى مثل ما تشوفون هذا الشكل، هي الفاينل لوك مالتها هذه. تمام؟ طبعا هذه من النوع الكيميكال اللي احنا قبل شوي شنو ذكرنا، قلنا اكو كيميكال ممكن تروح ديب واكو كيميكال تروح بالبرفوريشن تانل. فهذه كيميكال تروح ديب بالريزرفوار، بس اذا واحد اجى بباله وراد يعرف انه هذا الكيميكال ديزاين الاي بيربس. اوكي، زين، هذه كروس لينك جل اللي هو بوليمر. تمام، هسه نجي على بوليمر ثاني. هذا البوليمر، اوكي، بس اراويكم الفيديو، او قبل الفيديو بس خليتكم شغله. هذا الكيميكال هواية عليها SPE papers، أوكي؟ اللي هي Relative Permeability Modifier، اللي هي تشتغل على الويتابلتي مال الروك. وبنفس الوقت لها أسماء ثانية، Water Web، أعتقد هاليبرتون يسموها Water Web، Schlumberger Oil Max، تمام؟ وصححوا لي إذا أكو أحد من هالشركات إذا أنا خبطت بيناتهم، تمام؟ هذا شنو فكرة البرودكت هذا مثل ما تشوفوه هنا؟ هذا فكرته إنه أنت تقدر تضخه كل البير. خلكم الفيديو ونحكي. هسه عندنا هذا البير، مثل ما تشوفون هذا البير جايديك اويل، هذه عندك 3 زونز، اوكي، التوب اويل، الميدل ووتر، البوتوم زون اويل، اوكي. فانت هنا جايديك الووتر من الميدل زون، متفقين؟ تمام. هسه ايش راح يسوون؟ باعوا هسه حيضخون الكيميكال.
هاي الكيميكال المفروض وهي حتروح لكل مكان، اوكي؟ وهنا اذا تتذكرون ذكرنا نقطه انه ضروري احنا نعرف انه احنا سيف نضخ هاي الكيميكال لكل الطبقات لو اكو ريسك، هاي الكيميكال سيف، اوكي؟ لان هي تيستد واوكي ماكو اي مشاكل. بس شنو فكرتها؟ فكرتها اذا عندك طبقه اوزون هي حتروح within the perforation tunnel، اوكي؟ يعني ما حتروح ديب. وفكرتها شنو؟ انه بالواتر زون هي حتروح ديب، وديب اقصد المفروض يعني 7 فيت تقريبا حتى تنجح، حتى توفر لك يعني good isolation. باعوا؟ هسه انتوا باعوا من انضخت، شفتوا بالاول زون راحت range قليل within the perforation tunnels، وشوفوا بالواتر زون راحت ديب، اوكي؟ هسه هنا هي حتشتغل انه تقلل البيرموبيليتي للووتر، اوكي؟ وراح تكون ادزوربد باي روك سيرفيس مثل ما تشوفون هنا. تمام؟ هسه بعدين نرجع البيان للانتاج، شوفوا شنو راح يرجع. طبعا هذه هم يعني حتى تنجح يعني احنا بس دقيقة باعوا هسا البير من رجع مرة ثانية الووتر ما راح 100% هو قل بس يعني خلينا نقول 70% قل بس يبقى عندك نسبة ووتر جاي تجي وهذا هم يعتبر نجاح. هل نجحت او ما نجحت هاي الكيميكال؟ يعني هي هم تحتاج ظروف معينة بالمكمن وبروبرتيز معينة بالمكمن حتى تنجح، فمو شرط يعني اذا ضخيتها باي ريزرفوار راح تحقق نسبة نجاح عالية، تعتمد على المكمن نفسه. تمام، هاي اعتقد اي هاي اخر كيميكال حنحكي عنها اللي هي الووتر سولوبل بوليمر. هاي الكيميكال شنو فكرتها شباب؟ مثل ما تشوفون هي عبارة عن بارتيكلز، اوكي؟ هذا ووتر سولوبل بوليمر، هاي البارتيكلز مثل ما تشوفون هنا، طبعا هذا بوينتر راح خلينا نرجعه بوينتر، اوكي. مثل ما تشوفون هنا هاي البارتيكل سايز كلش صغيره، من تمتص الووتر راح يتضاعف 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 حجمها. هذا الكيميكال اكثر شيء وين نستخدمها شباب؟ بس خليني ارجعكم شوي، عذروني يعني بس ارجعكم حتى لا تنسوها بالمستقبل. هذه اذا تتذكرون قبل شويه حكينا عن الانجكتر وعن البروديوسر، وقلنا احنا ممكن نكون بسيتويشن يحتاج نقلل الووتر بطبقه معينه على مود انا اقدر احافظ على الانتاج من الابار المجاوره، لان لا تنسون انتم بير واحد عندكم ياثر على 8 ابار، فانا احتاج انطي تركيز للانجكتر بنفس التركيز اللي انطيه للبروديوسر اذا مو اكثر. فمجرد بالتوضح انه هاي الكيميكال سبيشلايز بالحاله مال الانجكتر اكثر شيء تستخدم. طبعا على فكرة اكو SPE paper كتبناها انا ومجموعة اشخاص بالبيبي، ان شاء الله حتكون published قريبا وحاكين بيها عنها اغلب هاي الكيميكالز بالبرزنتيشن، وان شاء الله اشاركها وياكم من تكون officially published، وهذا العنوان مالتها. تمام، هسه اخر سلايدين اللي هي خلصنا الكيميكالز، حكينا على السمنتينج. اكو شيء نقدر نقول هو حل المثالي، تمام؟ مثل ما ذكرنا انه السوليوشنز السابقه اللي استخدمناها هذه كلها نسبه نجاحها متفاوته صراحه، يعني انه تو بي اونست وذ يو يعني ممكن معظمها نسبه النجاح ما تتجاوز 40%. زين، فايش عندنا حل؟ السؤال هو هل يوجد حل انا اقدر استخدمه واقدر اتاكد انه الايزوليشن يكون نسبه نجاحه تقريبا 90% وأكثر؟ اي اكو هيك شيء، بس هذا يحتاج ورك اوفر اللي هو برج استصلاح، يحتاج تروح برج استصلاح تنزل باكرات مثل ما تشوفه هنا وتعزل الطبقه اللي تنتج لك ووتر، عندك مشكله بالكيسينج تعزلها بهاي الباكرات. تمام، هاي مجرد كمعلومه يعني لكم انه اكو هيك حلول، وهذه الحلول توفر لكم يعني نسبه نجاح كلش عاليه. طبعا على فكره هذا الكيس انا حطيت عن قصد هذه الصوره، بوقتها شنو صار؟ انه كانت عندنا عمليه على بير
والكيسنج كانت ان ووست كونديشن تمام. فمن كان عندهم يسحبون الطولات لقوا هذه البارت من الكيسنج على الطول، فتخيلوا ايش قد ما يعني كانت الكيسنج منضبطه. فبعدين عزلناها بهذه الباكرات، هذا الكيسنج دامج. واخر شيء اخر شيء شلون نقيم؟ خلصنا الجوب سويناه، شو نسوي حتى نقيمه؟ مثل ما يعني حكينا انه نسب النجاح مختلفة، طبعا اكو تقييم انا ما ذكرته هنا وراح ياخذ كلش وقت لو اذكره عن كل كيميكال، انا ممكن اكو تيست معين اسويه واعرف انه ناجح او لا. بس صورة بسيطة خلوا ببالكم شغلتين، الشغلة الاولى انا اقدر خلال الجوب نفسه اسوي تقييم تمام، اسوي تيست معين اعرف ايش قد نسبة نجاح الجوب. هذا جوب اثناء الجوب. بعد الجوب شنو احتاج؟ اغلب الوقت نسبة 90-80% احتاج اعمل لوجينج اوكي، حتى اعرف مثلا هذه الطبقة مثلا هذا البير سويت زونال ايزوليشن هنا او ووتر شتوف، رحت نزلت لوج اوكي، هذا البي ال تي اللي هو برودكشن لوجينج تول، نفس ما قلت لكم انتوا لا يعني تدققون انه تفهمونه بالضبط، بس هذا الازرق هو الووتر. فمثل ما تشوفون هاي المفروض معزولة بايش قد جاي تنتج، بينما الكيس الثانية اللي هي أنا جاي أتمنى إن البوينتر يشتغل، الكيس الثانية أنا عزلت هاي الطبقة شوفوها